ازيك حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار الاستعدادات لكأس العالم للأندية؟ خلاص على بعد ايام من انطلاقه ومصر بتحتضنه لاول مرة. الحمد لله، يعني ده حدث طبعا كبير جدا. يعني تم تشكيل لجان ومتابعة مع كل حاجة في بشأن وصول الفرق وتسكينها والملعب والاتحاد الدولي نفسه جاي كله ان شاء الله باذن الله كامل يحضر البطوله دي، ودي اول بطوله احضرها غير كاس العالم في مصر. كهيئه كامله ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون حدث يعني يليق بمصر، واحنا كلنا يعني في استعداد في كل حاجه، يعني في التفاصيل كلها الحمد لله الحمد لله. مستعدين. يعني ان شاء الله ان شاء الله. كنتوا حصلتوا على موافقة ب 2000 مشجع في المباريات مش كده؟ واحنا الحمد لله طبعا الجهات الامنيه تم اجتماع موسع، الجهات الامنيه والصحه والامن وتامين الملعب نفسه والصاله ومدير الصاله والشركه اللي هتعمل التذاكر، كل ده تم اجتماع موسع عشان نربط كل الاحداث ببعض، وتم الموافقه على 50% من الصالة، 2700، 2000 مشجع في ايوه تذاكر، المدعوين بقى وكده في حدود من 500 ل 700 ان شاء الله باذن الله. 500 مدعوين تعازمين العالم كله ولا ايه؟ لا ما هو لا ده اللعيبه، هو حاسب ال 2700 الفرق واللعيبه والاتحاد والاتحاد الدولي ايوه مفهوم، واللجان واللجان و... اه مفهوم مفهوم كل اللي تمام. موجود في الصاله يكون ما يزيدش عن 2700. مفهوم. اسعار التذاكر اتحدد خلاص؟ لا لسه ان لسه شاء الله في خلال يوم او اثنين هيكون التذاكر معلن عنها بتفاصيلها ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. امبارح كنتوا استقبلتوا وفد من الاتحاد الليبي، كنتوا اتكلمتوا على اقتراح بانه اللاعب المصري يعامل في ليبيا كليبي والليبي يعامل في مصر كمصري. والله ايه التفاصيل؟ اتفضل. حضر هو طبعا المنتخب القومي الليبي موجود في مصر، عامل معسكر في مصر، وموجود رئيس الاتحاد ومجموعه من اعضاء مجلس الاداره جم زاروا مقر الاتحاد امبارح واستقبلناهم، وتم يعني تفاهم للتعاون بين الاتحادين المصري والليبي. طبعا يعني قدمت لهم كل حاجه، ليبيا شقيقه واحنا كلنا داعمين ليها، وهيبقى في بروتوكول تعاون بيننا وبينهم في الحكام والمدربين وكده. وتطرقنا لنقطه هو طلب رئيس الاتحاد الليبي ده اخ عزيز يعني دكتور زميل يعني واخد بالك الدكتور فؤاد برغش، طلب ان احنا نعامل اللعيبه الليبيين في مصر ان هو لاعب مصري، وهم يعاملوا اللاعبين المصريين في ليبيا ان هم لاعبين ليبيين. ايوه يعني انا طبعا اقتراح مقبول، لكن هيتم عرضه على مجلس الاداره ونشوف امكانيه تفعيله ايه الاول، بعد كده نقدر نطلع بالقرار وانا وعدته بعرض الموضوع على مجلس الاتحاد ان شاء الله ممكن باذن الله. توسع القصه وتبقى شمال افريقيا او دول مختلفه عربيه الموضوع يتم التعامل فيه كده، ولا صعب في الفتره الحاليه؟ والله هي فكره جت امبارح لسه ندرسها وهنشوف امكانيه ايه وتاثيرها الايجابي ايه وتاثيرها السلبي ايه. هو تاثيرها الايجابي الوحيد يعني او الهام جدا التفاعل بيننا وبين ليبيا، لكن هل هتاثر بقى على عدد اللاعبين اللي هيطلعوا من مصر واللي هيجوا لنا من ليبيا؟ يعني قصه كبيره لازم تتدرس صح عشان لما ناخد خطوه فيها نقدر بقى نعممها شمال افريقيا او ليبيا، بس نشوف طبعا الدنيا فيها ايه. يعني روي رانا بدا الاستعدادات لتصفيات كاس العالم، انطباعكم ايه الاول عنه كابتن مجدي؟ والله هو السي في بتاعه جامد جدا يعني، والراجل من يوم ما اتعاملنا معاه وهو فكر مختلف تماما، بيفكر بره الصندوق كويس قوي، عنده رؤية حلوة قوي للعيبة لمصر، الباسكت بول في مصر كله. يمكن كنت بتكلم معاه على يعني رؤيته عن مصر ايه وكده، قال لا فيها لعيبة جيدين جدا وطالع لاعبين اكتر اجادة كمان من الشباب ان شاء الله باذن الله. واتكلم على مصر انها في حتة تانية خالص بالنسبة للباسكت وبالنسبة كبلد كمان، لان هو كان موجود في كأس العالم من 2017 وشاف مصر 2017 وشافها دلوقتي، بيقول لا في كان كسب البطولة هنا بكندا في مصر. هو خد كاس العالم شباب 2017 هنا، كسب امريكا في النهائي وخد كاس العالم هنا.
فهو عنده رؤيه حلوه قوي، وعنده استعداد ان هو يعني او ان شاء الله يعمل حاجه معانا كويسه يعني باذن الله. هيتقدم امتى لوسائل الاعلام كابتن مجدي؟ ان شاء الله قريب باذن الله هنعمل مؤتمر صحفي وهنعلن عنه وهنعمل كل تفاصيله، تمام، ويبقى الاعلام كمان هو يتواصل معاه ويساله وكده، يبقى مؤتمر موسع ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب اللاعب المجنس اخبار الملف ايه؟ وصلنا لايه؟ وايه التفاصيل الجديده فيه؟ اللي هو طبعا ان اللوائح اللي بتسمح بان لاعب يجنس فيشارك مع المنتخب بجنسيه اخرى. هو الاتحاد الدولي عامل لاعب واحد حق كل دوله، أيوة، يجنس لاعب واحد وحاطط شروط طبعا للمجنس ده. هو كان ايه الشروط بس عشان الناس تبقى برضو عارفاها، لان انا مش عارفها، ايه الشروط بتاعت اللاعب المجنس؟ الشروط ان هو ما يكونش لاعب لمنتخب بلده قبل كده، ما يكونش مثل بلده في احد البطولات الدوليه، ان هو بموافقته بموافقه الدوله يستخرج له باسبور تمام من الدولة اللي هو هيلعب بيها، ما يبقاش فيه يعني مشاكل مع دولته الأساسية. واحنا بقى وصلنا لإيه في الملف ده؟ هو تم اختيار أحد اللاعبين الحقيقة، وتواصلنا مع دكتور أشرف صبحي، رحب بالفكرة جدا من الأول الحقيقة، من قبل روي يعني. اتكلمنا فيها من فترة، وبعدين لما جه روي يتكلم فيها برضه قلنا لا، الدولة ما عندهاش مانع، لكن هنمشي في إجراءاتها. تم اختيار احد اللاعبين فعلا، وخطبنا وزاره الشباب والرياضه، بس نتمنى ان شاء الله يعني ايه يكون بسرعه عشان يلحق، عشان التصفيات قريب في اخر الشهر 25 فبراير، يا رب يلحق معانا الويندو ده. يعني كل الدول دلوقتي مجنسه، تونس خدت البطوله الاخيره لانها مجنسه برضه لعيب جامد جدا، ساعدهم كتير جدا ان هم ياخدوا البطوله دي، واخد بالك؟ احنا كبلد دي شروط اتحاد دولي ما فيهاش اي مشكله مظبوط. يعني رياضه، هو اللاعب ده مهم نستفيد منها الحقيقه، ما دام يعني حاجه بتقوي، ومش بس بتقويك، هي بتقوي منافسيك، خصوصا لو انت ما استغلتهاش، فده اللي ممكن يبقى بيسرع من الاجراءات. بالظبط الحقيقه، ان احنا فعلا ما كانش عندنا الدول الثانيه كلها عندها لاعبين مجنسين، واخد بالك؟ وده رولز اتحاد الدولي احنا ماشيين عليه، مش بنخترع او مش بنجنس لعيب من ورا حد مديله جنسية عشان يلعب، لا، ده شروط. والشروط برضه ان هو ده انت من حقك ان كل بطوله تجنس لعيب، مش شرط ان اللعيب ده خد جنسيه يبقى خلاص. ايوه مفهوم، صح صح. هو اللاعب مين اللي استقريتوا عليه؟ لا هنعلن عنه برضه ان شاء الله لما يخلص باذن الله. ان شاء الله هيكون لاول مره بنشوفه، ولا لاعب في مصر او بيلعب في مصر؟ ان شاء الله هنعلن عنه قريب يا كابتن هاني باذن الله. باذن الله.